ولنقاش البيان الذي أصدرته عدد من الهيئات والروابط والمؤسسات العلمائية في العالم الإسلامي لوقف انتهاكات الميليشيات في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الكريم. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لقناة الرافدين هذه الاستضافة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور، انطلاقا من دعوتكم في رابطة علماء المسلمين وعدد من المؤسسات والهيئات الإسلامية في العالم، دعوتكم للتصدي للحملات الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الطائفية في العراق، كيف يمكن وصف هذه الحملات وأهدافها الحقيقية ضد المدنيين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد هالنا في رابطة علماء المسلمين وكذلك أيضا بالنسبة للروابط التي اشتركنا معها في إخراج هذا البيان المتعلق بالجرائم والاعتداءات الإرهابية على قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى وغيرها، ذكرتنا هذه المذابح التي يعني المروعة في حق المدنيين العزل من أهل السنة عبر هذه الميليشيات التابعة لحرس الثوري الإيراني، ذكرتنا بما كان في أوائل الاحتلال الأمريكي وما أعقب ذلك من المقاومة الباسلة التي كانت في كل العراق، مدن العراق وقرى العراق، ولكن الذي كان قد عكر صفوة المتابعين لرفض هذا الاحتلال والمقاومة المحتل ما كان من يعني الجرائم التي ترتكب بين الفينة والأخرى للقرى السنية من قبل العصابات التي للأسف الشديد أنها باسم الحشود الشعبية والتي اكتسبت بهذه العبارة أو بهذه الصفة شرعية تقوم بعملية البلطجة والحصار للقرى والإعدامات الميدانية التي للأسف الشديد أنها تطال كل المستويات في المجتمع العراقي. يعني نحن هالنا ما رأينا من الصور ومن بعض الفيديوهات التي رشحت والتي سجلت من قبل هذه العصابات ومن قبل هذه الميليشيات والتي طالت الرجال الكبار والشباب الصغار، وقد وردت أيضا لدينا وثائق تفيد بأنها طالت حتى النساء والمرضى ودفن بعضهم أحياء في هذا السياق بالحديث عن والهدم للمساجد والمساكن. نعم. معذرة على المقاطعة دكتور، في هذا السياق باعتباركم أشرتم إلى الانتهاكات المرتكبة بحق سكان هذه المناطق ومن جميع الفئات من نساء وأطفال، ما مدى تواطؤ القوات الحكومية مع هذه الانتهاكات الإنسانية؟ نحن أشرنا بصراحة أو بوضوح كامل جدا أن الحكومة العراقية والميليشيات التابعة لها هي التي تتحمل مسؤولية ما وقع، وهذه المسؤولية التي وقعت يعني بالدرجة الأولى هي الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة المباشرة عن أمن المواطنين والمدنيين، ثم ولذلك البيان يعني حمل الحكومة العراقية الطائفية وأحزابها مسؤولية هذه الجرائم وتلك المذابح بحق سنة العراق، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب تخاذلها وسكوتها المريب عن هذه الجرائم المروعة وعدم قيامها بواجبها في الدفاع عن المدنيين العزل والنساء والأطفال. هذه الحكومة التي غضت الطرف عن مساءلة ومحاكمة قادة الحشد الشعبي الشيعي الإرهابي وتعتبرهم وكأنهم سياسيين يمارسون العمل السياسي السلمي يعني وتعاملهم وكأنهم جزء من المكون السياسي يعني، وهؤلاء القادة الذين هم قادة الحشد الشعبي نعرف نحن من خلال الوثائق ومن خلال اللقاءات صلاتهم بالمشروع الإيراني الصفوي للأسف الشديد، وأنهم أصبحوا أدوات لهذا المشروع في المنطقة وفي العراق خاصة. ولذلك الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هذه الحكومة، ومن ورائها أيضا إيران الذي تحاول من خلال يعني هذه الميليشيات إرهاب
السنة في هذه المناطق وفي هذه القرى، ونحن على يقين بأن مثل هذه التصرفات الرعناء وهذا التصرف العنيف لأهل السنة لن يغير من ثقة لأهل السنة في العراق شيئا. التاريخ أثبت لنا ذلك يا يسوى الأخت، التاريخ أثبت لنا بأن هنالك كانت هناك محاولات من قبل يعني العصابات الرافضية في التاريخ في عهد الخلافة العباسية، كيف أنهم اقتحموا مع التتار بغداد، وكيف أنهم فعلوا الأفاعيل مع الغزاة، ومع ذلك رجع الحق إلى نصابه ورجع الأمر إلى ما كان عليه. نحن حقيقة ندعو يعني الشعب العراقي كافة إلى أن يجرم هذه الجرائم بمختلف اتجاهاتهم، سواء كانوا سنة أم كانوا شيعة أم كانوا أكرادا. نريد منهم جميعا أن يقوموا بالإدانة، ولله الحمد يعني هنالك قطاعات واسعة من العلماء ومن المفكرين الذين أدانوا هذه الجرائم، ومنها البيان الذي أصدرتموه دكتور قبلنا. البيان الذي أصدرتموه اليوم ووقعت عليه أكثر من 16 مؤسسة في العالم الإسلامي، ما مدى أهمية مثل هذه البيانات والتحرك لإدانة الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في العراق لتحريك الرأي العام العالمي أو المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات؟ أولا لكي أعطي فكرة عن هذه الروابط والهيئات، هذه روابط وهيئات بعضها عالمية، يعني في عضويتها من 40 دولة ويزيد، يعني سواء رابطة علماء المسلمين أو رابطة علماء السنة، وبعضها إقليمية مثل رابطة علماء المغرب العربي التي تضم علماء المغرب العربي، وبعضها محلية مثل دار الإفتاء الليبية، وبعضها يعني في بلاد العربية وبعضها في بلاد غير العرب. يعني عندنا من الروابط الأساسية رابطة آسيان، علماء ودعاة جنوب آسيا، وكذلك ماليزيا. يعني هذه من الإدانات النادرة التي صدرت من العلماء قاطبة من أندونيسيا يعني في أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في المغرب، مرورا بإفريقيا وآسيا. فهذه الروابط عندما يعني تجمع رأيها وبيانها على إدانة هذه الجرائم، يعني بالدرجة الأولى أنها جرائم ثابتة ثبتت لديها من خلال الحقائق والوثائق. الشيء الثاني أن هذا الاجتماع على مثل هذا البيان في مسألة الإدانة أو في هذه الإدانة، المقصود منها تحريك الرأي العام العالمي، تحريك البلاد الإسلامية، تحريك الشعوب الإسلامية، تحريك المنظمات الحقوقية لكي تقوم بواجبها في إدانة هذه الجرائم والوقوف ضدها. لأننا للأسف الشديد لا نرى المنظمات الحقوقية العالمية تعتبر هذه الحشود أنها من الحشود الإرهابية، وأنها من الحشود التي تقوم بعملية السحل والقتل للأنفس البريئة. شكرا جزيلا لكم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين دكتور محمد عبد الكريم، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.